الجزء هذا من المحاضرة بدنا ندخل نشوف شو هو اللكسيكال سيمانتكس. What does it mean lexical semantics؟ Well, هو دراسة how and what the words of a language denote. شو بتدلل الكلمات لما نحكي كلمة، على ايش بندلل وكيف بندلل. يعني لما اقول تفاح جام بدي اشوف وين هاي الكلمه وين بتروح. طيب هاي اللي عم مرقها في لكسيكال، في حدا بيقول احنا بنفهم ما بنقدرش نفهم شو معنى جام الا اذا او من بنقدر نفهمها من، يعني الا اذا وجدت بسياق او نقدر نفهمها من ايش؟ النيبرهود اند سيمانتيك نيم، يعني من سياق من اللي حواليه. طيب لو اقول لكم كلمه الفنكوش، تعرفوا مسلسل الفنكوش؟ على فكره شيء رائع للي يعني بستنى طعم ثاني بعد ما نوصل المحاضرة نحضر الفنكوش. لأنه شو الفنكوش؟ عادل إمام عن الكلمة ما حدش قدر يفهمها إلا من هذا الفيلم، صح؟ بعدين بيجي شو الفنكوش. منيح؟ ففي كثير ثيوريز، كثير ثيوريز بتحكي عن كيف نفهم او نفصل معنى الكلمات، وفي خلافات كثير. هل مثلا لو سالنا سؤال، هل بنقدر هل الكلمه لها معنى بدون جمله؟ لا ممكن خلص، لا ممكن كل العلماء برضو نفس الشيء. هل في علاقه بين الجرامر ومعنى الكلمه؟ زي محتاج لا زي ما لو جينا كله زي الفعل المفعول به الجرامر نو نو لا لا مش الجرامر يعني نقول خالد قتل محمد خالدا قتل محمد وهل هم جربوا ثلاث عدد بس خالد بالاخر معناها شو معناها؟ اسم على شخص سواء كان فاعل ولا مفعول. لاحظ؟ فهل في علاقه بين قواعد اللغه والمعنى؟ لا قبل شوي قلت في بعض العلماء بيقول مع انه الجزء الغالبي بيقول لا بعرفش. ليش؟ لانه على فكره لو في علاقه وهي العلاقه قويه كان صعب انك تقدر تترجم كلمات بدون وجودها في النص وفي قواعدها، يعني كان المعاني انه كل بما انه كل لغه لها قواعدها الخاصه فيها معناته لها معاني خاصه فيها، صح؟ بس في كثير معاني موجوده مشتركه بين اللغات، صح؟ بعيدا عن قواعدها. على ايه؟ ما بعرف. هلا الليكسيكال سيمانتكس هو عمليا علاقه زي ما قلنا المعنى في الكلمه او الكلمه في المعنى. فزي ما قلنا there are different theories and approaches in defining the relation between lexical unit and the meaning. زي يعني نجاوب يعني علم الليكسيكال سيمانتكس او سموها علم الدلاله على فكره او اللسان علم اللسان او مثل يعني صب من اللغه صب من علم اللغه يعني اللي تخصص اللغه في تخصص فرعي اسمه علم الدلاله مثلا سيمانتكس. طيب ففي كثير زي ما قلنا نظريات في هذا الموضوع، على اي حال احنا مش معنيين نفهم ولا واحد فيهم لانه احنا ماخذين
نظرة هندسية للموضوع، مش نظرة كواحد متخصص لغوي. بغض النظر لها علاقة ولا ما لها علاقة، احنا في هذه المحاضرة يعني منفسرش شو هاي النظريات اللغوية، بس نطلع الأمور من ناحية هندسية وحوسبة وحاسوبية. ليه؟ يعني دكتور القواعد اللي حكينا فيها علاقة بمعنى أنا قلت لك في بعض العلماء بيقولوا فيها معنى، بس مش الكل. في كثير خلافات، هذا الكلام على فكره هذا العلم عمره آلاف السنين. يعني دكتور مثلا تضاف لكم شوي، قتل خالد محمد أو قتل خالد محمد، يعني مرة واحد قتل مرة واحد لا لا اوكي، بلزم هذا معناته نقول طب اوكي كمان ما ندخل نقول شو علاقة المعنى بالقواعد، شو هو المعنى؟ فبدنا المحاضرة الجاية نشرح شو هو المعنى.